يعني دروسي كان المستر بعد ما يشرح الدرس وكنت بفهمه كان بيتأكد من ده، كان بيبتدي ان هو يسجله، لان انا كنت بعتمد في التسجيل على كنت بعتمد في المذاكره على التسجيلات، كنت بعتمد على ان اذاكر بالسماع عن طريق الموبايل بتاعي، فكان هو بيسجل من موبايله. كنت عامله جروب لكل ماده على الواتساب، وكان بيبعت لي التسجيل بعد ما يسجله، وانا وقت ما احب ارجع له في اي وقت بحب اذاكر برجع له، بيبقى الموضوع سهل بالنسبه لي، ما فيهوش اي تعقيد يعني. رجاء وطلب وشكر الأول فهو الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ولو لي رجاء وأمنية منه بقول له حضرتك يا فضيلة الإمام الطلبة ذوي الهمم وذوي البصيرة محتاجين مزيد من الرعاية والعناية، محتاجين حاجتين علشان الأجيال اللي جاية ما تعانيش نفس معاناة بنتي ونفس المعاناة اللي أنا عانيتها وتعبت فيها جدا، محتاجين ان احنا ندخل طريقة برايل في المرحلة الابتدائية وليكن من تانية او تالتة متى ما الولد قدر يمسك القلم، ومحتاجين بعض الاجهزة التعويضية اللي يقدروا من خلالها يمارسوا حياتهم زي اقرانهم الطلبة المبصرين. مهندس اتصالات، دوري كان مع آية، وآية ما شاء الله يعني نبيها جدا ومجتهدة جدا في دراستها. كان دوري مع آية ان هي بعد ما بتخلص دروسها او كده بتجي لو في حاجة واقفة عليها او في اي مشكلة واجهتها في المذاكرة، فكان كل دوري ان انا بسجل لها النص ده، بسجله لها ريكورد بحيث انها تعرف تذاكره بعد كده مع نفسها من خلال الريكورد ده.